تقع مدينة فم الحصن بجنوب وادي درعا إقليم طاطا جهة سلوس ماسة، وهي منطقة شبه صحراوية تتواجد بها أعداد كبيرة من أشجار الطرح كنوع بيولوجي، يتواجد فقط في منطقتين بالمغرب إقليمي سمارة وطاطا منطقة باني، مما يجعله من الأشجار النادرة على المستوى الوطني. إلا أنه يعاني من مشاكل عديدة، منها الرعي الجائر والتدمير العشوائي للأشجار التي يتم استغلالها من أجل إيجاد الحطب والفحم، مما يجعل هذه الشجرة مهددة بالانقراض، وهذا له انعكاسات كبيرة على المستوى البيولوجي والطبيعي، حيث نجد أن العديد من الحيوانات والزواحف تعيش من هذه الشجرة من الناحية الطبيعية. أما من الناحية الاقتصادية فإن هذه الأشجار تنتج مادة تسمى العلك، وهي مورد اقتصادي للساكنة، حيث يتم تسويقه واستغلاله بطريقة لا تشكل أي خطر على هذه الأشجار، إضافة إلى المشاكل التي تعرفها أشجار النخيل نتيجة مرض البيوض والشيخوخة، مما يستوجب منا كمجتمع مدني التنبيه إلى هذا الأمر الخطير الذي يتخبط فيه الجسم البيئي بالمنطقة. ومن هذا المنطلق أردنا نحن في جمعية تقادير بفم الحصن بتعاون مع الساكنة والجمعيات المحلية وشركائنا أن نساهم في حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على البيئة من خلال مشروع المساهمة في تدبير المستدام لأشجار الطرح والواحات بفم الحصن عبر دعم الرعي والمحافظة على التربة والمياه والتشجير. تم وضع هذا المشروع من خلال تشخيص لحاجية الساكنة المحلية، وذلك بتنسيق معها ومع مختلف الشركاء للاستجابة لبعض المشاكل التي تعاني منها واحات النخيل ومناطق الطرح بفم الحصن، مناطق تمسوقت، تيغيرت وإموتو، على غرار التصحر وزحف الرمال التي تهدد مجال مياه السقي وغياب الاعتناء بأشجار النخيل، إضافة إلى الجفاف المستمر وعدم الاستغلال المنظم والعقلاني لأشجار الطرح بالمنطقة. يهدف المشروع كذلك إلى دعم الفلاحين عبر تشجيع إصلاح الواحات عن طريق الاعتناء بأشجار النخيل، وكذا تشجيع الكسابة والرحال ومساعدتهم وإرشادهم نحو الاستعمال المنظم والعقلاني لأشجار الطرح والحفاظ عليها من الانضطار. بقية النخيل تقال في إطار تدخل جمعية تقدير المساهمة نسمس نمية أمس اللوحة نتغير تغيكلي تبتنس العمل المتواصلة. سابقا النخل عيني حبنت الوقاية من زحف الرمال، نتيجة تقا إيجابية بزاف، تقا إيجابية كان نتيجة البلايص اللي كله عدنين وراء نقز نتي الطرملة، وإن نتمنى في المستقبل دي نتواصل لعمل شكل الواحد نتغير الواحد تتجى العمل داو بزاف يخصتي العدد المسائل باش الشباب هي في الفرص العمل الاستقرار نشجع الواحد تستمر في المستقبل. تشفر الميد يقجف ينفعيا حتى يحب الميد نتقايل الدار نطار نشدر وتنفي غير هاد الحس كان خير هاد الشفر يقجف بلا كنت وانا يبي نكرا تيفات فوكان. وقد تم تطوير المشروع على أساس الأولويات التي تم تحديدها في مخطط تنمية الجماعة الحضارية لفم الحصن في إطار نهج تعاوني وشامل، وتم إنجاز هذا المشروع عن طريق حشد شبكة من الفاعلين والمتدخلين المحليين، ويتعلق الأمر بالمزارعين والرحل بدعم من الجماعة الحضارية لفم الحصن وبرنامج تنمية الواحات بالجنوب وبرنامج التمويلات الصغرى المدعم في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوزارة المكلفة بالبيئة والمندوبية الإقليمية للفلاحة. بعد القوت اليوم لا رسول التيلي اللي هاد اللي يسجلنا سارو، ولكن نتمنى إن شاء الله دعنا نحيو سارو يعني ركلي سوننا والسين والسي سورة، نتمنى إن شاء الله باش التيلي العناية باش حتى نتنى يحتاج الماء إن شاء الله. ويهدف هذا المشروع إلى حماية التنوع البيولوجي بمنطقة فم الحصن الذي يتمثل في أشجار الطرح والنخيل ومختلف أنواع الوحيش. المساهمة في نظافة البيئة باستعمال الطاقات المتجددة على غرار الألواح الشمسية
بدل استعمال الغازوال في توليد الطاقة مخصصة للري. توسيع مساحات أشجار الطلح وتطبيق نظام أوجدال من أجل المساهمة في المحافظة على هذا النوع من الأشجار والاستغلال الجيد للمنتوج العلكي الذي تستفيد منه ساكنة المنطقة. حماية المناطق الخضراء من التدمير خصوصا أشجار الطلح التي يتم استغلالها من أجل الحطب والفحم والرعي. تثمين مادة العلك كمورد مالي مهم للساكنة يساهم في تحسين الدخل. إنقاذ أشجار النخيل التي تهددها الأمراض المتنوعة كالبيوض وتشجيع غرس شتائل النخيل وتثمين منتوج التمور بالمنطقة. ومن أهم الأنشطة المنجزة والنتائج التي تم تحقيقها تنظيم أنشطة خاصة بضمان الاستعمال المستمر والمستدام للأراضي كزراعة أشجار النخيل وتنقيتها وحماية مساحات معينة من أشجار الطلح بطريقة جماعية لتجديد هذه الأشجار وتشجيع استعمال تقنيات الري والتنقيط وغرس أشجار النخيل والطلح وتنقية الأشجار وإنتاج الأعلاف البديلة. تعزيز الممارسات الزراعية والرعوية وإدارة المحافظة على المياه والتربة عبر إنجاز مشروع السقي باستعمال الطاقة الشمسية بمنطقة تمس وقت. شارك مع جمعية تمس وقت وجمعية تكادير أنه تنفع التقايد بزاف في فلاحة تمس وقت سميت أنه فايسن يدخل لي باهر يتوب باهر ولكن حام بس وانا وشوف لي ذكرنا مثلا غير انه نفعاتنا بزاف ورسول كانت المشقة الانفس عن حمسا تمار بزاف الحس وانا كنشوف يعني ما يدرس السوسون بزاف جمعية تقدرت لا هيك فانا انا ود حمسا طاقت. تغطية 360 مترا من ساقية تيغيرت للحيلولة دون زحف الرمال إليها وحماية الواحة من التصحر. إنجاز عمليات التشجير الخاصة بالنخيل وأشجار الطلح وتنظيف وتنقية أشجار النخيل. إنشاء نظام الري يعتمد على البوابات الحديدية لتوزيع المياه في ساقية دوار إيمي ووتو من أجل الحد من ضياع مياه الري وتنظيم توزيعها بشكل عقلاني. تكوين الفلاحين والمزارعين في مجال تقنيات الإدارة المستدامة للمياه والممارسات الزراعية الرعوية التقليدية من أجل ضمان محاصيل جيدة وإدارة رشيدة للموارد المائية وضمان منهجية مستدامة للرعي والممارسات التقليدية المتوارثة على غرار الخطارات والمستجمعات الصغرى. نشكر الجمعية انتقاليات في المبادرة اللي تسكريت المجهود جاكا جابار بزاف دعمة تيويزي غايد انتقورا في سورة بعدها في اللحوة سويتا في المشاكل حماس يحاي سكريت مداي ولا غالي هالي اللي ولا نتفين بزاف في اللحنة المشاكل حماس يسم دايات راسني طمزي اللقتي كوتن ولكن بعدها الحمد لله غايد اللحلات غايد انتقورا بوقورو في سولة بنادم المشكل هديش خمسة دقائق كي توكرت زرين ومن بعدها يسيان الشكلي فولكين ورسول تعدى بنحا كنتارشني اسم داي اللي غير هاد بعدا كنت لقيت الصافي من راحت طوالو رزام غير هاد ري رديت تشكاي تاكورتي عدل صافي كي قاينا زرين ومان لقيت اوفان قيت راحت ميد بزاف حينا حياة تماري قوت كاتينا انا نسكر اسم داي اللي حي سكريا ابن من العدد وسمدي اسم درقي 60 مترو نفعان تحت بقوري هاد غيلان كريم زيانة نشكر حماس الاخيرة. وتم تنظيم حادث التكوين والتدريب وفقا لمبادئ التعلم عن طريق العمل المباشر بحيث تم اتخاذ مواقع فلاحية تجريبية كأماكن للتكوين والتدريب. الاستغلال المنظم للمراعي عن طريق إحياء الممارسات التقليدية كالرعي المتنقل ونظام أوجدال وتقدر مساحة هذا الفضاء المحروس لمدة محدودة حوالي 20 هكتارا ويضم عددا كبيرا من أشجار الطلح أكثر من 2000 شجرة وتبعد هذه المنطقة عن الساكنة بحوالي كيلومترين ونصف. قدام الحتاء رانزل وفقوش يعني وفقوش اللي حساس الكلمة الناس الزرحة مازل مازل إلا جناح جناح وفقوش دفتي وفقوشين 20 متر لا جناح 15 متر إذا غاكو دمارك صاحبي له
انت كراو تشوكي انت خدمت بالقوا فوق الطار عياده تلقى المساحه الطار ونص هكتار ونص تلاقي زراعه النخيل حاليا في انتظار ان شاء الله لا بريباراسيون الحصه. وبالنسبه لصندوق الاموال المتجدده الخاص بدعم الكسابات والرحال فهو آلية تمكنهم من الاستفادة من قروض صغيرة لتمويل إجراءات الرامية إلى تحسين سير قطعانهم خاصة في أوقات الجفاف كشراء الأعلاف ووسائل النقل خارج المنطقة ثم الأدوية الخاصة بالماشية. ويتضح من خلال تصفح مختلف الطلبات الخاصة بالمستفيدين والتي صادقت عليها اللجنة التقنية المحلية المكلفة بتسيير الصندوق أن مجمل الأنشطة التي يفضلها الكساب والرحال ترتكز بشكل عام حول شراء الأعلاف ثم التلقي لنقل الماشية وتطوير القطيع واختيار السلالات الجيدة التي تتأقلم مع مناخ المنطقة كالدمان مثلا. وتبين أن 90% تقريبا من المستفيدين يفضلون شراء الأعلاف وذلك راجع إلى سنوات الجفاف المتتالية مما أثر بشكل كبير على الماشية. أما 10% من المستفيدين فقد وظفوا هذا التسبيق المالي في التنقل وتطوير القطيع. كما أن جل الطلبات التي تمت دراستها من طرف اللجنة كمرحلة أولى والتي تجاوزت 100 طلب تقدم بها الرجال والنساء على حد سواء استفادت من قرض لا يقل عن 2000 درهم لكل فرد. ويتم حث المستفيدين على احترام أقدار والمساهمة في الحفاظ على أشجار الطرح بصفة عامة هذا بالإضافة إلى كون مختلف عائلات المستفيدين يزاولن جمع الحطب. وعلى هذا الأساس وفي إطار اللقاءات التحسيسية مع الكسابة يتم التركيز على التعريف بأهمية المحافظة على الأشجار بصفة عامة وأشجار الطرح بصفة خاصة باعتبارها موردا اقتصاديا للساكنة المحلية وموروثا طبيعيا يتوجب علينا جميعا تثمينه وحمايته من الاندثار.